جميل. حسن يوسف، أمين الهنيدي، أكذب يعني وفي إيه؟ أنا موسيقار. عبد المنعم إبراهيم. تعال يا بابا. مع ناهد شريف، نبيل عبيد ومديحة كامل. أنا جد الله يسامحك، كنت مسافر أسيوط عن طريق اسكندرية. الفيلم الكوميدي الكدابين الثلاثة، كداب 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 ودايما بتأذي، في يوم كذبة إبريل. أبدا. والنهاية أجمل أفلام الكذب والكدابين. يا خاين يا غسان، ما كذبش أبدا. أنا اللي قلتك. الخميس في هذه الأوقات على قناة ARTE الأفلام 2.